اليوم أشكر مهندس أقبال الطيار على تعاونها معنا كحملة إيكو أب لنشر الثقافة البيئية وتوحيد الجهود البيئية في الكويت. الهدف من زيارتنا لوزارة الكهرباء والماء هو إبراز الجهود البيئية المبذولة في حماية البيئة كترشيد الطاقة الشمسية وترشيد الكهرباء وترشيد المياه. فسعدنا جدا بالتواصل مع المهندس أقبال الطيار. وزارة الكهرباء والماء نفذت أول مشروع تركيب ألواح الكهرباء الضوئية وربطه على الشبكة في أكتوبر 2013، وذلك عن طريق ربط قدرها 117 كيلو واط على مواقف مظلات أبراج الكويت. في السنة اللي بعدها 2014 أبريل 2014 تم ربط مشروع اللي هو على مبنى الوزارتين، المبنى الحالي مبنى وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة، بقدرة 1 ميجا واط، وهو أول مشروع بهالقيمة بهالقدرة يتم ربطه على الشبكة. ثالث تم في موقع خارجي تابع للوزارة في موقع إبراج مياه بيان. ميزة المشروع بحكم حتى أنه بحجم صغير مقارنة باقي المشاريع مثل ما شفنا 117 وصلنا ميجا، نزلنا 120، لكن كان في تجربة لعدة تقنيات وعدة أساليب عشان نشوف ما هو الأنسب لها. في نهاية العام الحالي نهاية 2017 راح يكون في مرحلة ثانية على مداخل الوزارتين، مدخل وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة، بتركيب ألواح كهرباء ضوئية بتقنية جديدة مخالفة عن كل التقنيات احنا ركبناها من قبل، هم لتجربتها ونشوف مستوى أدائها بأجواء الكويت. اليوم يشرفنا أن نستقبل فريق الهيئة العامة للشباب، نطلعهم على التجربة الناجحة بوزارة الكهرباء والماء وهو ترشيد القطاع الحكومي والخاص. طبعا نعمل من عام 2007 إلى يومنا هذا، ولله الحمد حصدنا جوائز من جمعية الطاقة الأمريكية على مستوى الشرق الأوسط لمشروع الناجح. طبعا دائما الشغل الأساسي للترشيد وهو متابعة أوقات الذروة للمباني الحكومية والخاصة من الساعة 12 ظهرا إلى 5 مساء. طبعا احنا مقبلين على الصيف 2017 ونجهز له من حيث متابعتنا مع الجهات وتزويدنا بالقراءات الأوقات الذروة. اليوم كان لنا زيارة في وزارة الكهرباء والماء وعرفونا على دور الوزارة في نشر الطاقة المستدامة، وحابين نشكر الوزارة على هالشيء هذا والجهود الكبيرة هذه، وحابين نحث المجتمع على التوجه للطاقة المستدامة وخفض من استهلاك الطاقة بشكل عام.